عرق درعا يتواصل والمعارضة المسلحة تحبط محاولة تقدم لقوات الأسد شرقي المدينة. القوات العراقية تحرر 5 قرى شرق المحلبية وتواصل معاركها في الموصل القديمة. وضربات جوية لطائرات قوات التحالف تقتل 20 فردا من الحوثيين بشبوة في اليمن. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من الشأن السوري. إذ أعلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص إحباط محاولة تقدم لقوات الأسد والميليشيات الموالية له في درعا وتدمير دبابتين وعربة شلكة ضمن معركة الموت ولا المذلة، كما تمكنت فصائل المعارضة من إصابة طائرتين مروحيتين بمضادات الطيران كانتا تحلقان في سماء المنطقة الشرقية، واستهدفت بقذائف الهاون رتلا لميليشيات موالية للأسد كان متجها إلى مدينة درعا لمساندة قواتهم هناك. بدورها صدت قوات الأسد والميليشيات الموالية له لليوم التاسع على التوالي هجماتها على مناطق المعارضة في مدينة درعا في مقدمة محتملة لهجوم واسع النطاق لانتزاع السيطرة على المدينة. وقال ناشطون لوكالة سمارت إن طائرات حربية يرجح أنها تابعة لقوات الأسد شنت أكثر من 10 ضربات على أحياء مدينة درعا، كما ألقت طائرات قوات الأسد المروحية 14 برميل متفجرا و30 لغما بحريا على ذات الأحياء. إلى ذلك تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من استعادة السيطرة على نقاط جديدة في حي حطين غرب مدينة الرقة عقب ساعات من إعلانها تحرير حي الرومانية. ورافق العمليات العسكرية قصف مدفعي وضربات شنتها قوات التحالف الدولي استهدفت مواقع داعش داخل المدينة. نحن الآن داخل حي السباهية ضمن مدينة الرقة من المحور الغربي تحديدا. طبعا لا زالت الاشتباكات مستمرة على مدخل جزرة من ناحية السباهية. قوات سوريا الديمقراطية تستخدم تكتيكا مختلفا هذه المرة عن المعارك التي خاضتها سابقا، حيث تفتح ممرات ضمن الأحياء وبالتالي تطوق الحي ويتم تمشيطه والاستيلاء عليه. طبعا لا زالت القناصة منتشرة على أسطح المباني التابعة لتنظيم داعش بالإضافة إلى الألغام التي زرعتها، لذلك لا نستطيع التقدم بشكل أكبر داخل هذا الحي. الاشتباكات مستمرة. طبعا قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على الكثير من المناطق ضمن المحور الغربي منها الهجانة والفروسية التي كانت تابعة للنظام سابقا. نحن هلا هون بسبهية والتي هي محررة بشكل كامل، ولقد دخلنا وفدنا من الجبهة الغربية وهي الجزرة، وحاليا خلصنا الدرعية كمان والاشتباكات مستمرة، والرومانية زاد خلصناها، والدواعش يعني ما عندهم هل القدرة الإمكانية ليكون قدامنا. قائد عسكري في قوات جبهة الأكراد، أما بلشنا بحملة الرقة من نقول ربعة كمان أخذنا الرقة، أقل من ربعة كمان لسه يعني عم نكمل، قواتها بشتغل جوا هن الدواعش يستعملوا المدنية بحطوهن شو اسمه درع بشري، يحطوهن قدامهم درع بشري ما بخلوا المدنية يطلعوا لعنا. نحن الآن أمام قلعة هيرقل، هذه القلعة التاريخية التي تطل على مدينة الرقة من الجهة الغربية. طبعا كما تلاحظون أيضا شيار، لو تسلط الكاميرا على الأنفاق، يتم هناك حفر أنفاق تحت هذه القلعة كان يستخدمها التنظيم لغرض القتال والدفاع عن نفسه، ولكن الآن باتت القلعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وهي منشطة بشكل كامل. رونا شيخي لأخبار الآن من داخل مدينة الرقة. بعد هجوم هيئة تحرير الشام على مدينة معرة النعمان، خرج سكان لمعرة وريفها في مظاهرة نددوا فيها بعدوان النصرة على مدينتهم تحت عنوان الشعب أقوى منكم. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. حوالي 1000 مدني أو يزيد
تجمعوا هنا في ساحة المسجد الكبير في مدينة معرة النعمان بريف إدلب ليقفوا بحناجرهم أمام فوهات بنادق مسلحي هيئة تحرير الشام الذين اقتحموا مدينتهم مع ساعات إفطار 13 من رمضان. أدى المغرب صاح الله أكبر، ما سمعنا إلا على الأرض شغالة إنه مؤازرة على بيت العقيد تيسير. اتطوقت الحارة وقالوا يا شباب بدن ياخدوني، بكلمة يا شباب بدنا ياخذوني، نحن ما عنا سلاح، أخذت الجبهة لسلاحنا دورين ثلاثة، ما عنا سلاح، باركين بايش بدنا نروح؟ قاموا طلعوا شبابنا لبرا ونحن باركين، نحن مبالنا لعب علينا، ما حسينا إلا على القبضات. بقولوا الجبهة طوقت كل شيء اسمه بالمعرة، كل شارع بالمعرة طوقت، يا شباب خذوا حذركم ولا تطلعوا مؤازرة لأي شخص ثاني، لأن أنتم بدكم مؤازرات بمكاناتكم. باركنا للساعة 2 على الضبط ما سمعنا إلا الضرب، بده شكايات بالروسيات لك أشو الضرب، أقسم بالله العظيم لا يوم تحرير وادي الضيف لا يوم شلنا الحواجز بالمعرة لأن ما كان عنا أسلحة ثقيلة، أقسم بالله هذا ما سمعنا إلا والله، بكل شيء اسمه تحرر بجبل الزاوي، البيوت علينا، القنابل المتفجرة هيك تفتح هيك وتنزل في الأرض. نساء ورجال من مدينة المعرة وريفها طالبوا بمحاسبة مسلحي الهيئة وقيادتها وطرد ما تبقى من حواجزها خارج المدينة بعد أن قتلوا خلال اقتحامهم 5 من أبنائها بين مدني وعسكري، ذلك فضلا عن إصابة غيرهم وترويع الآلاف من المدنيين بينهم 300 طفل كانوا على مائدة الإفطار ضمن احتفالية للأيتام. قتلوا ابنا، لحقوا بالهاية بالروسيات وصاروا يضربوا علينا بالشالكة وضربوا علينا بالروسيات وصاروا يقولوا لنا انتم مرتدين يا مرتدين يا خوارج، نقلعوا من هون، اشو انتم جايين تعملوا، روحوا ستروا وروحوا ضبوا ببيوتكم، نحن ليش اشو شافوا مننا؟ نحن جينا لعندهم، شلنا اللي جوا قتلوا اولادنا، قتلوا ابن عمي مثل البرد، قتلوا اخوي، قتلوا ابن عمتي اخوها كمان، صفوا وانتصفاي والله هي العظيم، ابنا وحياتي ما رح يقدروا يخلصوا عليه ولا يكون كلهم مطبوبين عليه وخلصهم بارئتين الا والله العظيم كانوا يصفوه، ما بنشكيهم الا الله يروح. ليست هذه المرة الأولى التي تقتحم فيها الهيئة مدينة معرة النعمان التي تعطي ولاءها كاملا للجيش السوري الحر الذي ينتمي إليه معظم أبنائها دفاعا عن الثورة ومؤيديها. إخراج جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام أو سميها ما شئت من المعرة باعتبارها دخلت منذ يومين أو ثلاثة عند أذان المغرب وعند أفطار الصائمين وروعت الأهالي والمدنيين والناس الأمينين والأطفال والصغار وقتلت وأطلقت النار على المتظاهرين، واليوم خرج أهالي معرة النعمان ليقولوا لهم ارحلوا كما قالوا لبشار الأسد ارحل من هذه المدينة الطاهرة العفيفة الثابتة التي وقفت وجه النظام وقدمت الغالي والنفيس وقدمت الشهداء والمعتقلين ولا زالت إلى الآن تقدم. تحت مسميات عدة، مرة هيئة تحرير الشام وتارة جبهة النصرة وغيرها، يحاول من يتبنون فكرا متطرفا تغيير هوية مدينة المعرة وأبنائها الذين لم ولن يقبلوا بذلك كما يقولون. أحييكم من جديد إلى العراق، حيث قال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله إن قطاعات الفرقة 15 حررت قرى شيخ قرة وطيشة العطشانة والشهداء والعزيزية والموالي شرق ناحية المحلبية في مدينة الموصل. كما أكدت الشرطة الاتحادية العراقية أن قواتها تتقدم باتجاه حي النوري آخر معاقل تنظيم داعش في غرب الموصل، مضيفة أن قطاعات الشرطة أنجزت مهامها القتالية في الزنجيلي ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه، مشيرة إلى أن هزيمة داعش باتت مجرد وقت. تتجه الأنظار إلى المعركة الفاصلة بين القوات العراقية وتنظيم داعش في مدينة الموصل التي يتوقع أن تدور رحاها في محيط جامع النوري الذي أعلن منه دولة خلافته المزعومة، حيث أكدت الشرطة الاتحادية العراقية أن قواتها تتقدم باتجاه حي النوري آخر معاقل تنظيم داعش في الساحل الأيمن لمدينة الموصل. وصرح قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت إن قطاعات الشرطة الاتحادية أنجزت مهامها القتالية في حي الزنجيلي ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها، مضيفا
أن المعركة تسير وفق التكتيكات الميدانية المرسومة لها، وهزيمة العدو باتت مجرد وقت. وأعلن الفريق جودة أن وحدات من الشرطة تقدمت لتحرير مشفى الشفاء واستكمال إحكام سيطرتها على آخر الجيوب شمال المدينة القديمة، في حين اختطف أفراد من داعش نحو 20 عائلة موصلية من منطقة الشفاء القديمة التي تخوض فيها القوات الأمنية حاليا عمليات عسكرية لتحريرها. وعقب معارك شرسة خاضتها لأكثر من أسبوع، استعادت القوات العراقية السيطرة على حي الزنجيلي المحاذي للمدينة القديمة في الساحل الأيمن للموصل، وتعمل الآن على إزالة الأفخاخ والألغام من الحي المحرر. إلى ذلك، أعلنت قوات الشرطة الاتحادية قتل القيادي في داعش وطبان المشهداني مسؤول تجهيز المضافات للإرهابيين الأجانب في الساحل الأيمن من مدينة الموصل. وأضاف قائد القوات الفريق رأس شاكر جودة أنه تم قتل 12 مسلحا من داعش كانوا برفقة القيادي المقتول. منذ احتلاله الموصل دمر داعش معظم المواقع الحيوية والأثرية في المدينة، كما ولم تسلم البنى التحتية من آلة تخريب داعش، فقد دمر التنظيم الجسور الخمسة التي تربط طرفي المدينة ببعضها. كاميرا أخبار الآن حصلت على صور حصرية للجسر الخامس في الموصل واطلعت على حجم الدمار الذي حل بالجسر الذي يعد أكبر جسور المدينة في محاولة من داعش لإيقاف تقدم القوات العراقية ومنع هروب مسلحيه من المعارك. طبعا هاي صور حصرية لأخبار الآن. هاي مكان الضربة مال جسر الخامس اللي فجره داعش، عناصر داعش قاموا بتفجيره. هاي الضربة الأولى على النهر مباشرة، وكو ضربة ثانية هنا، ممكن السيد الضابط يشوف لنا الصورة أيضا هنا مثل ما تشوفون. هاي الضربة الثانية اللي تعرض لها الجسر الخامس من تدمير، هاي لأول مرة يعني تصورها كاميرا تلفزيونية، هي حصرية هاي الصور لقناة أخبار الآن. زين، ما ليش يعني سيد الضابط ما ليش يعني فجروا الجسور؟ هو عدة أسباب. أول شيء هو أصلاً عملهم تخريب، عناصر داعش بالعراق عملهم تخريب ودمار وليس أعمار. الشغلة الثانية اللي حثت انه عناصر داعش بدت بالهروب من الساحل الايسر للايمن، فهم بدأوا بقطع الطريق لهم، فجروا الجسور. نعم. بعد حرص شبكات التواصل الاجتماعي على إغلاق أي حسابات يروج داعش من خلالها لأفكاره المتطرفة، وبعد الهزائم المتلاحقة التي يتعرض لها التنظيم في سوريا والعراق، فهو الآن يخسر أقوى سلاح لديه وهو الدعاية التي لطالما اعتمد عليها في ممارساته الإجرامية. إلى التفاصيل. لبث الرعب وترويج الأفكار المتطرفة اعتاد تنظيم داعش الإرهابي على نشر مقاطع فيديو صادمة، لكنه لوحظ مؤخرا انخفاض عدد هذه المقاطع بشكل كبير. صحيفة ديلي ميل البريطانية أرجعت السبب في ذلك إلى مقتل عدد من أبرز قيادات داعش المسؤولين عن الدعاية للتنظيم في الغارات الجوية الغربية الأخيرة، علاوة على أن جودة إنتاج أفلام داعش المرعبة تأثرت كثيرا بالهزائم المتلاحقة التي يتعرض لها التنظيم في أراضيه. ومن أحدث الفيديوهات التي نشرها داعش المقطع الذي ظهر فيها أحد الإرهابيين الذي يدعى أبو شعيب المصلاوي وهو يمشي على ساق واحدة في اتجاه سيارة سوداء ملغمة كان سيقوم بتفجيرها في مجموعة من القوات العراقية في مدينة الموصل شمال العراق. وكانت الكلمات الأخيرة للانتحاري تحمل دعوته لمن ينتهج هذا الفكر المتطرف من غير القادرين على المجيء إلى سوريا والعراق إلى تنفيذ هجمات داخل بلادهم، ليظهر بعد ذلك في الفيديو انفجار السيارة الملغمة في مجموعة مركبات تابعة للقوات العراقية أمام أحد المباني في الموصل. ديلي ميل أيضا قالت أن هذا الفيديو الذي نشر في أواخر مايو الماضي يتضمن تغييرا في رسالة ونبرة داعش، ويعكس على حد قولها الضغط الذي يتعرض له التنظيم المتطرف بينما يستمر في خسارة الأراضي التي كان يستولي عليها في العراق وسوريا.
وقالت الصحيفة أن بوق الدعاية الداعشية اعتاد على أن يكون واثقا أكثر من ذلك، لكن خلال الأشهر الأخيرة ومع انكماش أراضي داعش تقلصت أيضا رسائله إلى العالم. فبعد الفيديوهات المضخمة لذات داعش في السابق، أصبح التنظيم الآن يركز على دعوة المقاتلين إلى المقاومة وعدم الفرار من أراضي المعركة. إلى اليمن، حيث قتل 17 فردا من ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية في ضربات جوية لطائرات قوات التحالف العربي استهدفت مواقعهم في مديرية عسيلان في محافظة شبوة. وقال مصدر في المقاومة الجنوبية إن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير طقم يحمل مضاد طيران من عيار 23 وقتل من كان فيه من الميليشيات في جبل قرن صوفة، وطقم آخر عليه سلاح من عيار 14. وأشار المصدر إلى أن المقاومة الجنوبية تصدت وبقوة لهجوم شنته الميليشيات في جبهة طوال السادة في عسيلان، وأسفر عن قتل 3 أفراد من الميليشيات وإصابة آخرين بجروح. أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش أن على قطر أن تعرف بأن الحل يكمن في التوجه إلى الرياض وليس في تدويل الأزمة. وفي تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع تويتر، قال قرقاش إنه بعد مجهود كبير لتدويل أزمته مع أشقائه، وبعد أن يطبل إعلامه ويصرخ بمظلوميته، سيكتشف الشقيق أن الحل في الرياض وعند الملك سلمان. أحييكم من جديد مشاهدينا، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة اليوم السابعة المصرية التي نطالع منها في أخبار التكنولوجيا. واتساب يطلق ميزة جديدة لاستعادة الرسائل بعد إرسالها قريبا. تعتزم شركة واتساب إصدار تحديث جديد لتطبيقها خلال الفترة المقبلة يضم ميزة ريكول، والتي تسمح للمستخدمين باستعادة رسائلهم مرة أخرى بعد إرسالها. وكان من المتوقع أن تصل تلك الميزة خلال تحديث واتساب الأخير، ولكن هذا لم يحدث، إذ أنها تساعد مستخدمي التطبيق في استعادة رسائلهم التي أرسلوها بالخطأ أو التي ندموا عليها. من الأخبار المنوعة مشاهدينا، اخترنا لكم من صحيفة القدس باحث بريطاني الحياة على كواكب أخرى غير الأرض قريباً. قال الباحث الفلكي البريطاني كريس إمبي إنه من المتوقع العثور على الحياة في كواكب أخرى قريبا مع تسارع التطورات التقنية في علم الفلك. وأوضح أنه بعد أقل من عقدين من الزمن ستكون هناك حياة خارج كوكب الأرض، لكن ليست كما نتمنى ولا تشبه تلك الموجودة على كوكبنا. الغد الأردنية، أخيرا شاشات هواتف غير قابلة للكسر. جاء في تفاصيل الخبر، تمكن علماء من تطوير مادة جديدة غير قابلة للكسر تدخل في صناعة شاشات الأجهزة الإلكترونية المحمولة. وأضاف العلماء أن المادة الجديدة لا تتميز بالصلابة فحسب، بل أيضا بقدرتها على ترشيد الطاقة وسرعة توصيل الكهرباء. صحيفة القبس الكويتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: دواء مستخلص من سم الثعبان، علاج آمن لجلطات الدم. صمم باحثون تايوانيون دواء يتفاعل مع مستقبلات موجودة على سطح خلايا تخثر الدم، مستخلص من سم ثعبان تريبيدولايموس واجيليركس، أحد الأنواع الموجودة في جنوب شرق آسيا. ويقول الباحثون إن بروتينا موجودا في سم هذا الثعبان يمكن أن يكون الدواء الأكثر أمانا للوقاية من جلطات الدم دون أن تسبب نزيفا كأثر جانبي. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا أحيت أمس منظمة العمل الدولية لمكافحة عمالة الأطفال 2017 تحت شعار حماية الأطفال من العمل حتى أوقات الصراعات والكوارث، إذ يعيش أكثر من 1.5 مليار فرد في بلدان متضررة من الصراعات وأعمال العنف. واقع عمل الأطفال في العالم نرصده في سياق التقرير التالي.
في عالم يضج بالصراعات والأزمات والعنف المتزايد تولد أزمات صغيرة جانبية قد لا يسمع العالم صداها أبدا. أطفال صغار يعيشون وسط هذا الخراب، تصادر منهم طفولتهم، كتبهم وألعابهم، وتحمل أكفهم الصغيرة المعول والمنشار وأدوات العمل الثقيلة. فالواقع الصعب يفرض على العائلات الدفع بصغارها للعمل سعيا للمال. هذا الواقع هو ما تحاربه اليوم الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية التي أطلقت لهذه الفئة هذا اليوم في العام 2002 لتركز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم أملا في القضاء عليها. اليوم تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 1.5 مليار فرد يعيشون في بلدان متضررة من الصراعات وأعمال العنف التي تشهد ضعفا وهشاشة في هياكلها البنيوية، وفي الوقت ذاته يتضرر 200 مليون فرد من الكوارث في كل عام، ثلث أولئك جميعا هم من الأطفال. 168 مليون طفل منخرطون في سوق العمل يعيشون في مناطق متضررة بالنزاعات والكوارث، هذا بحسب منظمة العمل الدولية. ويأتي احتفال هذا العام للتركيز على تأثير النزاعات والكوارث في الأطفال، حيث إن للنزاعات والكوارث آثارا كارثية على حياة الأطفال، فمنهم من يقتل ومنهم من يشوه ويجرح ويجبر على الفرار، والأطفال غالبا هم أول الضحايا نظرا لتدمير المدارس وغياب الخدمات الأساسية، وهم من أضعف الفئات المعرضة للاتجار بهم أو استغلالهم في الأعمال. وتتعدد القطاعات التي يعمل فيها ملايين الصغار حول العالم، إلا أن قطاع الزراعة يجتذب النسبة الأكبر 60%، يليه الصيد، فقطاع العمالة المنزلية، فخدمات البناء، ثم المصانع وغيرها. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن 215 مليون طفل يعملون بدوام كامل حول العالم، وفي إفريقيا وجنوب الصحراء يعمل طفل من بين كل 4 تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 17 عاما، مقارنة بطفل من بين كل 8 أطفال في آسيا والمحيط الهادي، وطفل من بين كل 10 أطفال في أمريكا اللاتينية. يعيش السوريون في لبنان أيام وليالي رمضان متمسكين بعاداتهم الرمضانية الخاصة من مأكولات وحلويات تربطهم بالوطن، وما زالوا يتمسكون بحلم العودة يوما ما بعد أن يعم السلام لوطنهم سوريا. نتابع. في عنا احنا أنواع من الحلويات السورية، طبعا حلويات برازق اسمها كسرة، برازق كسرة. في عنا هون غريبة، في عنا المعمول شكل نواشف، في عنا براز العادي كمان هون، كمان أسعاره مميز. في عنا عش البلبل، في عنا البلورية السورية. بهذه السلة المنوعة من أشهى وأشهر الحلويات السورية يتشارك أبو يزل تقاليده الشامية مع المجتمع اللبناني، فيحاول أن يكافح مرارة النزوح وأن يسترجع أيام الشهر الفضيل رغم وجود الكثير من الفروقات. يعني جو سوريا في إلا أكلاتها، في إلا شغلات يعني المميزة مثل العرق سوس، مثل التمر هندي، مثل الجلاب. هون يعني بيفرق شوي، والحلويات كمان بتفرق شوي عن حلوياتنا، يعني معروفة بحلويات سوريا مشهورة بشكل دوليا. من خارج مخيمات النزوح كثير من السوريين من حالفهم الحظ وقدرتهم الأيام يعيشون شهر رمضان بأجوائه اللبنانية وبتقاليده وعاداته الشامية. هاي بسطة نحن بنشتغلها بالشام، هذا شغل الشام القديم، يعني سوس، عرق سوس، تمر هندي، جلاب، توت شامي، والعصائر هاي ما مشهورة فيها بالنسبة لدمشق وأحياء دمشق. يفرح السوريون عندما تشهد محالهم وبساطهم إقبالا من اللبنانيين ويشعرون بمزيد من الألفة والراحة. كتير 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 مبسوط لأني عم حس حالي بالشام، وقت عم بيجوا السوريين عم يشتروا مني وعم بيجوا اللبنانيين عم يشتروا، بحس حالي انه انا ببلدي، عرفتي كيف؟ فمبسوط الحمد لله. على قدر المستطاع يحاول السوريون التعويض عن اجواء رمضان التي يفتقدونها، لكن البعض ورغم هذه المحاولات لا زال يشعر بالاختلاف والغربة. سوريا في يعني حياة غير حياة برمضان، بتحس بطعم رمضان، بتحس انه في جو رمضان. هنا اختلف علينا الوضع، هنا يعني طبيعي عادي، اجواء رمضان قبل المغرب بتلاقي هالناس بتركض بتروح بتيجي بتجيب اغراض، في جو مبين. هنا ما حاسين فيه يعني انه في رمضان. وفي مقلب اخر تبقى الطقوس الرمضانيه اسيره الذكريات، حاضره في الروايات والقصص فقط،
وعصية على مئات الآلاف بسبب شبح الفقر. سنة جديدة تمر على السوريين في بلدان النزوح، لكن الأمل دائما ينتصر، فالعادات التي حرموا منها في شهر رمضان نقلوها إلى أماكن تواجدهم على أمل العودة. لأخبار الآن، تريسي أبي أنطون، لبنان. أصبحت نوافذ السيارات مكانا ملائما لعرض الإعلانات، هذا ما توصلت إليه شركة تكنولوجية في ابتكارها الجديد الذي يجذب انتباه المستهلك نحو الإعلانات الموجودة على نوافذ السيارات ويزيد من رقعة انتشارها. ذكرت شركة الناشئة أن نوافذ السيارات المصنوعة من الزجاج السائل يمكن أن تستخدم كشاشات عرض للمعلومات الموجهة للسكان المحليين والإعلانات. وعملت شركة جاوزة للتكنولوجيا مع شركة دايملر بنز الألمانية لصناعة السيارات لتطوير الأسطح الزجاجية. وعرضت الشركة لأول مرة هذا الزجاج الذكي في معرض أوتوبان في شتوتغارت في فبراير، إذ طورت الشركة طريقة لربط ألواح بلاستيكية مرنة تحتوي على طبقة من البلور السائل، والتي تصبح شفافة عندما يمر من خلالها تيار كهربائي، لكنها تكون معتمة بدون مرور هذا التيار. التكنولوجيا الخاصة بتغيير حالة الزجاج من شفاف إلى معتم ليست جديدة، واستخدمت منذ عدة سنوات في إعلانات المتاجر وفي الفنادق الفخمة، ولكنها لم تستخدم من قبل في سيارة على الطريق. وتهدف الشركة لاستخدام هذه التكنولوجيا الخاصة بها للرسائل الذكية بناء على المكان الذي تتوقف فيه السيارة والظروف المحلية، وتتحول السيارة إلى وحدة لعرض الفيديو تشمل النوافذ الزجاجية المعتمة وجهاز عرض ووحدة تحكم تتصل بالإنترنت للمساعدة في تحديد موقع السيارة وتحميل اللقطات والصور ذات الصلة وعرضها بجودة عالية الوضوح. رؤيتنا للتكنولوجيا كوسيلة عرض على نافذة السيارة واسعة. فكر في السيارة التي لم تعد مجرد سيارة فقط، لكنها وسيلة لتقديم المعلومات، حيث يتم تنشيط وضع العرض فقط بعد إيقاف السيارة وإيقاف تشغيل المحرك. خبرنا الأخير من عالم الفن السابع. تصدر فيلم الحركة والمغامرات وندر وومن إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات بلغت 57 مليون و200 ألف دولار. وجاء في المركز الثاني فيلم الحركة والمغامرات الجديد المومياء بإيرادات بلغت 32 مليون و200 ألف دولار. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. عرق درعا يتواصل والمعارضة المسلحة تحبط محاولة تقدم لقوات الأسد شرقي المدينة. القوات العراقية تحرر 5 قرى شرق المحلبية وتواصل معاركها في الموصل القديمة. وضربات جوية لطائرات قوات التحالف تقتل 20 فردا من الحوثيين في شبوة في اليمن. بهذا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود وألتقيكم مشاهدينا الكرام بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء. كونوا معنا.